بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الكورونا الرؤية لم تعد تقتصر على 2030، وكانت هي رؤية الرفاهية، ولكن بعد الكورونا لو شبهنا ما حدث كالحرب، خاصة وأن خطر الكورونا ما زال موجود وممكن تحدث أمور أخرى أو أوبئة أخرى، فهناك تهديد على الإنسان بسبب تلوث أجواء المباني. فرؤية القرن، وقد ذكر ذلك عند منظمة البيئة الأمريكية في تقرير عام 2000، رؤية القرن هي أن تتحول المباني إلى مباني صحية، وأن يعيش الناس في المباني بأمان ووقاية صحية. لذلك أهم المباني هي التي يرتاد لها الناس، وتعتبر المباني المزدحمة أو المباني الاجتماعية شديدة الازدحام social crowded buildings، مثل المساجد والفصول الدراسية وعيادات الأطباء. فهذه مع حياة المدن ضرورة، ولذلك الفرص كثيرة جدا للعمل، وكمية التغيير ضخمة جدا، أو إعادة الإعمار ضخمة جدا، فهناك فرص للعمل لتحويل المباني. هناك حاجة لتغيير حتى طريقة البناء، لتكون من الخشب بدل المواد السمنتية الملوثة للبيئة. وأيضا هناك استخدام أو تغيير أيضا للمصانع، مصانع الألمنيوم، أو الاهتمام في مصانع الخشب والألمنيوم وأيضا الورش، وأيضا الاهتمام في مصانع السيارات أو ورش السيارات. وهذه يعني المستخدمة من الناس جميعا، والتي يحتاجها الناس. وأيضا ستتغير السيارات إلى سيارات صديقة للبيئة، فهناك أعمال كثير في ورش السيارات. وأيضا ورش السيارات تستطيع أن تكون ورش للمنازل في المنتجات الجديدة، مباني خضراء منتجة، تقديم الخدمة من خلال ورش السيارات. أيضا مجالات عمل لتغيير اللباس من البلاستيك إلى الصوف. حيث أن معظم اللباس أو معظم الأزياء هي من مواد بلاستيك من الصين مثلا، والفابريك يعني القماش معظمه في بلاستيك،
فتحويله للصوف يفتح فرص كبيرة جدا. فهناك 5 مجالات في الصناعة ضرورة، وكلها ممكن تكون تحت مظلة واحدة، براند جديد لأكبر سوق في العالم، ويكون البراند أو العلامة التجارية صنع في مكة.